بقتش تنفع في الشغلانه دي خلاص يا سيف. ليه؟ ما بقتش انفع ليه؟ سيف العربي قوته ثقته في نفسه. انا ما انهزمتش. سيف ابتدى يتعافى من التجربه ويفتح لنفسه صفحه جديده. سيف ما كانش هيعمل عادي. هو انا في ايه؟ جيبوه. واللي مر بيه مش سهل. انت كويس يا سيف، محدش يقدر ينكر ده، بس اللي احنا عايزينه شخص استثنائي، وما دام جيت لي هنا يبقى لازم تكون انت الشخص ده. احنا المخابرات العامه المصريه عايزينك تشتغلي معانا. اللحظه دي تدريبك مسؤوليتي. يا اخي برضو الادرينالين اللي بتفرزه الشغلانه دي في جسمك حاجه غريبه جدا. اول مره احس ان انا بحب البلد دي. مصر هتبقى احسن من امريكا 100 مره. انت مصري؟ انت فاكر ان مفيش مصر غيرك في العراق يعني؟ واحد خسر كل فلوسه في العراق ورجع له بايده ورا وايده قدام. مش انتوا يا جماعه مش عارفين تحلوا الصراع العربي الاسرائيلي بقالكم سنين؟ احنا هو حليناه. سيف العرب لسه بتحبيه؟ لا. انت كنت هتكشف الجهاز بحاله. الاخوان لازم يحكموا المنطقه دي كلها. تقصد في شمال سيناء يا فندم؟ فهمت. انا عاوزك تركز على حاجه واحده بس. صوت يولي. انا عايز ابني. ابنك مبسوط ومرتاح هنا خلاص. في هجوم بيتم على سجن وادي النطرون يا فندم. الناس دي ما ينفعش تتساب. انا معاك بقلبي ومعاهم عقلي. انا بقالي 8 سنين مع رفعت بيه، عمري ما اعتذرت له على عمليه. مين بقى اللي بينا اللي بيعمل الكلام ده؟ Are you following me؟ كيفك يا سيف؟ بدي صور من جوه السجن. انا مش شايف غيرك بيصلح لهذه المهمه. ما عرفتش اجيب لحضرتك المعلومات. احنا جهاز محترم ودي فرصتك الاخيره. انا مش فاهم هم ليه بيحاربونا بالشكل ده. هنفضل لحد ما نموت في خدمه البلد دي وفي خدمه الكيان اللي عملنا. احنا مشكلتنا ان احنا بنحب شغلنا اكتر منها.